السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب وطالبات الصف الثاني الإعدادي. سوف نلتقي مجددا مع فرع آخر وهو النصوص. نلتقي مع نص مهم جدا على المستوى الثقافي، وهو بعنوان القراء، القراءة حياة للحياة، وده نص لعباس محمود العقاد. وقبل ما نخش في أحداث النص، الراجل بيكلمنا هنا عن أهمية القراءة والفرق ما بين إن حضرتك بتقرأ المؤلف واحد وبين إن حضرتك بتقرأ العديد من المؤلفين، وبيعقد لنا المقارنة دي بأسلوب جميل بلاغي خيالي جميل. ننتقل للسلايد الثانية وهو التعريف بالكاتب. ماذا تعرف عن مؤلف النص؟ هو عباس محمود العقاد، وهو أديب وشاعر ومؤلف عظيم. ولد في أسوان سنة 28 يونيو 1889 ميلادية، وعلم نفسه بنفسه، وعمل موظفا فترة ثم اشتغل بالصحافة طوال حياته، وله أكثر من 100 كتاب، منها عبقرية محمد وعبقرية الصديق، ومطالعات في الكتب والحياة وساعات بين الكتب، وتوفى سنة 1964 ميلادية. ننتقل لأول فكرة في النص بتاعه في السلايد الثالثة. أول فكرة بيقول لي الفرق بين الفكرة الواحدة والأفكار المتلاقية. يقول العقاد أن الفكرة الواحدة جدول منفصل، أما الأفكار المتلاقية فهي المحيط الذي تتجمع فيه الجداول جميعا. وطبعا من أول سطرين ده بيكلمنا أن الفكرة الواحدة هو قراية حضرتك لكاتب واحد، هو عبارة أن حضرتك بيشبهك بمجرى مائي واحد. أما الإنسان اللي بيقرأ لعديد من المؤلفين وعديد من الكتاب، هو عقله عبارة عن محيط بيلتقي فيه جميع الأفكار وتصب فيه جميع الجداول والشلالات. نكمل. والفرق بينهم وبين الفكرة المنفصلة كالفرق بين الأفق الواسع والطيار الجارف، وبين الشط الضيق والموج المحصور. طبعا هو هنا ادانا ثلاث تشبيهات للفرق ما بين الإنسان اللي بيقرأ المؤلف واحد، عقله بيبقى عامل زي جدول منفصل، يعني مجرى مائي ضيق، وقال لك عبارة عن شط ضيق، وعبارة عن موج ضعيف، موج محصور. أما اللي بيكتب أو اللي بيقرأ للعديد من المؤلفين، هو شبه عقله بالمحيط اللي بتتجمع فيه الجداول جميعا، وشبه عقله بالأفق الواسع وبالطيار الجارف القوي. الشرح بيقول لحضرتك الشخص الذي لا يقرأ مثل الفكرة الواحدة، وعندما يقرأ فإنه يصبح مثل الفكرة المتلاقية المختلفة كأمواج المحيط الذي تصب فيه كل هذه الفكر، ويصبح مدركا للفرق الذي يصير إليه الأفق الفصيح الممتد عند مقارنته بالشط الضيق المحدود، أو عند مقارنته بالطيار وعند مقارنة الطيار الجارف بالموج المحصور. تعال نشوف مظاهر الجمال. جدول منفصل، تعبير يدل على أن الفكرة الواحدة محدودة وقليلة القيمة. الواسع، الضيق، الجارف والمحصور، بين كل كلمتين بينهما تضاد يوضح المعنى ويقوي. أما الأفكار المتلاقية فهي المحيط، هو شبه الأفكار بأشخاص تتلاقى، وصور الأفكار المتلاقية بالمحيط، وده يدل على تنوع الأفكار وعظمة قيمتها. ننتقل للسلايد الرابعة والفكرة الثانية. بيقول لنا كل الموضوعات مادة حية. يقول العقاد وقد تبدو الموضوعات التي تتمثل بها هذه الأفكار في ظاهر الأمر أنها موضوعات تفترق فيما بينها افتراق الشرق من الغرب والشمال من الجنوب، وحقيقة الأمر أنها كلها مادة حية وكلها جداول تنبثق من ينبوع واحد وتعود إليه، أشبه بالأمواج التي تتلاقى في بحر واحد وترج بنا من الجدول إلى المحيط الكبير. الرجل عاوز يقول لك أن أنت لما تقرأ الكثير من المؤلفين أنت بتعتقد أن أنت بتقرأ في مجال واحد، لا، هو المجالات مختلفة والسورس واحد، لأن أي مؤلف بيكتب أي كتاب أو أي رواية هو واخد الداتا بتاعته من الحياة، وبيتكلم في الرواية بتاعته كدروس للحياة، يبقى نفس السورس ونفس النتيجة. انت لما بتيجي تقرأ تحس ان انت بتقرأ موضوعات مختلفة تماما ملاش علاقة ببعض، لكن السورس واحد والنتيجة واحدة. تعال نشوف الشرح. ان الافكار
قد تختلف في الظاهر حسب الموضوعات، لكنها تتفق في أنها مادة للحياة ناتجة من منبع واحد يتمثل في معالجتها لكل أمور الحياة، كأنها تنتقل بنا من الجدول الصغير إلى المحيط الكبير. مظاهر الجميع. الشرق والغرب والشمال والجنوب بين كل كلمتين تضاد يوضح المعنى ويقوي، كلها جداول تنبثق من ينبوع واحد. استخدم الكاتب كلمة كلهم وكلها للتأكيد على المعنى الذي يذهب إليه، وأكد ذلك الطلاق للأفكار بأنها ترد من أصل واحد شبهه بالينبوع، ليشير إلى أهمية الفكر للإنسان كأهمية الماء له. أشبه بالأمواج التي تتلاقى في بحر واحد وتخرج بنا من الجداول إلى المحيط الكبير، تصوير للأفكار في تلاقيها بالأمواج المتلاقية في بحر واحد. تبدو، تتمثل، تفترق، تتلاقى، تخرج، طبعا كلها أفعال مضارعة تفيد التجدد والاستمرار. ننتقل للسلايد الخامسة والفكرة الثالثة، سر العشق للقراءة. يقول العقاد: لقد أدركت حين هويت القراءة أنني أبحث عن هذا كله، أو أن هذه الهواية تصدر من هذه الرغبة. وأدركت حين هويت القراءة أنني أستطيع أن أضاعف فكري وشعوري وخيالي كما تتضاعف الصورة بين المرآتين. طبعا العقاد بيبين لك في الفكرة الأخيرة أن هو عاشق للقراءة، هوايته التي يعشقها هي القراءة، وبيكلمك أن القراءة هواية جميلة مفيدة مثمرة لأي إنسان، لأنها تديله أو بتسبب له تضاعف أو تزايد في أفكاره وشعوره وخياله. وشبه التضاعف ده زي ما حضرتك واقف بين مرايتين تلاقي صورتك بتتضاعف بين المرايتين. الشرح: يدل العقاب أن هذه النتيجة التي توصل إليها كانت السبب وراء عشقه للقراءة التي أتاحت له أن يبحث عن مادة الحياة، وكانت نتيجة رغبة جارفة فأن يفهم هذه المادة ويفهم سر تنوعها بما يمنحه من فرص لا تتوفر في غير القراءة، لأن يضاعف فكر وشعور وخياله كما يحدث الصور حين تقع بين مرآتك. مظاهر الجمال: هذه الهواية تصدر من هذه الرغبة، تصوير للهواية بالماء والرغبة بالنبع الذي تخرج منه. أضاعف فكري وشعوري وخيالي: تصوير للفكر والشعور والخيال بأشياء مادية تكثر وتزيد بكثرة القراءة أو بكثرة القراءة. فكري وشعوري وخيالي: تعدد العطف يدل على كثرة فوائد القراءة، إنني أبحث، إنني أستطيع. طبعا أساليب توكيد بأن يدل على ثقة الكاتب في قوله. ننتقل للسلايد الثالثة وهي أسئلة وإجابة. ما المقصود بكلمة إنها في النص؟ المقصود بكلمة إنها في النص هي الموضوعات التي تتمثل بها الأفكار. السؤال الثاني: ما سبب عشق العقاد للقراءة؟ لأنها توصل إلى أن الفكر قد تختلف في الظاهر حسبما تعالجه من موضوعات، لكنها تتفق فيما بينها من أنها مادة حياة ناتجة من منبع واحد يتمثل في معالجتها لكل أمور الحياة. وكانت لديه رغبة شديدة في معرفة مادة الحياة، ولا سبيل لتحقيق ذلك إلا بكثرة القراءة والاطلاع. السؤال الثالث: أذكر المهارات الأساسية الأربعة التي يجب أن يمتلكها كل من يحب لغة ويحرص عليها. المهارات الأساسية الأربعة هي الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة. بما صور الكاتب الفكرة الواحدة والأفكار المتلاقية، صور الفكرة الواحدة بجدول منفصل، وصور الأفكار المتلاقية بالمحيط الذي تتجمع فيه الجداول. السؤال الخامس: كيف تصب الموضوعات القرائية المختلفة في مصب واحد، ولماذا تنتمي الموضوعات القرائية المختلفة إلى أصل واحد؟ تختلف الموضوعات ظاهريا أو على حسب العناوين المصطلح عليها، ولكنك إذا رددتها إلى ذلك الأصل كان أبعد الموضوعات كأقرب الموضوعات من واقع العناوين، فيتصب في مصب واحد، لأنها في حقيقة الأمر أنها كلها مادة حياة وكلها جداول تنبثق من ينبوع واحد وتعود إليه. ننتقل للسلايد السبعة. السلايد السبعة سين ستة: ما حقيقة الأمر بالنسبة للأفكار المتفرقة كما يرى الكاتب؟ حقيقة الأمر أنها كلها مادة حياة وكلها جداول تنبثق من ينبوع واحد وتعود إليه. ما الفرق بين الفكرة المنفصلة والفكرة المتلاقية؟ كالفرق بين الأفق الواسع والطيار الجارف، وبين الشط الضيق والموج المحصور. لماذا يهوى العقاد القراءة؟
يهوى العقاد القراءة لأنه يرى أن حياته في هذه الدنيا لا تكفي لأنها حياة واحدة، وهو يريد أن يعيش أكثر من حياة، والقراءة دون غيرها هي التي تعطي أكثر من حياة واحدة لأنها تزيد هذه الحياة من ناحية العمق، والقراءة المتنوعة هي التي تكسبه أكثر من حياة لأنه يكتسب منها حياة وخبرات من الآخرين فيضيفها إلى حياته وخبراته. ما العلاقة بين القراءة والحياة؟ العلاقة بينهما قوية لأن القراءة تعمل على اتساع مدارك الإنسان وتنمية ثقافاته في شتى المجالات واتساع تجاربه في الحياة، وذلك يمكنه من فهم حياته واستغلالها مما يعود بالخير عليه وعلى مجتمعه، والقراءة تزيد الحياة من ناحية العمق. ننتقل للسلايد 8. السؤال العاشر: ما الذي أدركه الكاتب بالنسبة لحقيقة القراءة؟ لقد أدركت حين هويت القراءة أنني أبحث عن هذا كله، أو أن هذه الهواية تصدر من هذه الرغبة، وأدركت حين هويت القراءة أنني أستطيع أن أضاعف فكري وشعوري وخيالي كما تتضاعف الصورة بين مرآتي. سؤال 11: ماذا يحدث لو كف الناس عن القراءة والاطلاع على كل جديد؟ لو كف الناس عن القراءة والاطلاع على كل جديد لعاشوا بمعزل عن تجارب الآخرين، وحجبوا أنفسهم عن المبتكرات الجديدة وتجمدت أفكارهم، وأخفقوا في مستقبل حياتهم ومصايرة التطورات الحديثة. سؤال 12: ماذا يحدث لو أصبح الناس كلهم قراء؟ لو أصبح الناس كلهم قراء لاتسعت مداركهم وسمت ثقافتهم وتقدموا وابتكروا وتمكنوا من استغلال كل وسائل الحياة واستفادوا من تجارب الآخرين وزاد إيمانهم بالله. سؤال 13: ماذا تعلمت من هذا الدرس؟ أن القراءة تزيد الحياة عمقا، أن القراءة واحدة من المهارات الأربع الأساسية، القراءة دون غيرها هي التي تعطي للإنسان أكثر من حياة، وهي من أهم وسائل تحصيل الثقافة، وفيها غذاء للعقل والنفس وسمو القلب والروح. ننتقل للسلايد 9 وهي الواجب المنزلي. بيقول لي أن الفكر إن الفكرة واحدة جدول منفصل، أما الأفكار المتلاقية فهي المحيط الذي تتجمع فيه الجداول جميعا، والفرق بينهما وبين الفكرة المنفصلة كالفرق بين الأفق الواسع والتيار الجارف وبين الشط الضيق والموج المحصور. ما مراد منفصل ومضاد الواسع ومفرد الجداول وجمع الأفق؟ به اشرح الفقرة السابقة بأسلوبك. جيم: ما الجمال في قول الكاتب إن الفكرة الواحدة جدول منفصل؟ دال: ما المهارات الأربع الأساسية؟ ه: اكتب تعريفا مختصرا للعقاد. وبذلك نكون قد انتهينا من عرض نص القراءة حياة للحياة.